أجرى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا مع أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة. هنأ فيه جلالته خادم الحرمين الشريفين بمناسبة عودته من جولة خارجية قام خلالها بزيارة عدد من الدول الأسيوية. وأكد جلالة الملك أن نجاح هذه الزيارات لخادم الحرمين بمثابة نجاح لكافة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيرا جلالته إلى الدور الرائد للمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في الدفاع عن القضايا الإقليمية والدولية. وقد جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.